أكد مدير معمل الذرة الصفراء عمر محمد نجم انسيابية استلام الذرة من المزارعين، والتي وصلت وحسب الخطة الموضوعة من قبل مديرية زراعة صلاح الدين إلى 5300 طن، مشيرا إلى مواصلة موظفي المعمل أعمالهم ليلا ونهارا لاستكمال إجراءات الاستلام. باشرنا باستلام محصول الذرة الصفراء من قبل فلاحين محافظة صلاح الدين وفق الخطة المقررة والمعدة من قبل مديرية زراعة صلاح الدين ومن قبل شركة ما بين النهرين. طبعا احنا الكمية المقررة بالاستلام هي 5300 طن مسوق محصول ذرة صفراء الى معمل الذرة الصفراء. طبعا هاي الكمية هي الخطة المعدة او المقررة. مثل ما تشوفون احنا مباشرين بعمليات الاستلام يوم 3/11، والتسويق الحمد لله والشكر ده يجري بانسيابيه كبيره. ومثل ما تشوفون حضراتكم احنا الساحات بلشنا يعني دا تستلم ودا نستوعب، والعمل قسمناه وفق شفتات بالخط الانتاجي مالتنا حتى نستوعب اكبر قدر ممكن من محصول الذره الصفراء. احنا ندعو اخواننا الفلاحين والمزارعين في محافظه صلاح الدين الى تسويق حاصلهم، والمعمل مثل ما تشوفون دا يعمل، وطبعا الأخوة الموظفين في والكادر الموجود في معمل الذرة الصفراء دا يعمل على قدم وساق لأجل خدمة مواطنين محافظته صلاح الدين.